43 سنه في الحرفه، خدمت كاع في فاس وفي كازا وفي الرباط ودابا خدام في مراكش. 20 سنه وانا في مراكش دابا. الحرفه راه عندها واحد التاريخ كبير، الحرفه مع سيدنا سليمان عندها واحد التاريخ طويل، عندها واحد التاريخ طويل. من عاد كانوا جابوها الاندلس للمغرب، الطين ديالها خاص، الطين ديالها كاينه في مدينه وحده هي فاس، جبل فاس اللي كان في المغرب كامل. الطين ما كاينش شي مدينه اللي خدموا بالطين ديالها في المغرب كامل مغير فاس، والطين ديالها خاص. واخاش كيتعلموا دابا الدراري الصغار، عرفتي علاش؟ ان دابا الصناعه كتطلب وقت كبير، والدراري الصغار ما يمكنش يطلبوا وقت كبير. علاش؟ خصهم مصاريف الا بغاو يتعلموها. مازال حنا تعلمناها في الصغر، كانوا كيصرفوا علينا والدينا، كيصرفوا علينا والدينا مدة تقريبا واحد 10 سنين، 12 سنة، 13، 14 سنة. ماشي مشكل يصرف عليك تتعلم الصناعة، ولكن دابا شكون اللي غيصبر 13 سنة ولا 10 سنين ولا حتى 4 سنين؟ هذا هو المشكل دابا ديال الحرف. كاينة في التكوين، ماشي ما كايناش في التكوين، ولكن التكوين كاع كيدخلوا له الدراري صغار، كيضرب عام عامين ثلاث سنين كيشوف المنتوج ما عندوش، وعارف هذاك اللي الاستاذ ديالو اللي كيعلمو الصناعه كيشوفو بان غيضيع معاه واحد الوقت ديال 8 سنين ولا 10 سنين ولا 14 سنه، ولا ديال البياسه خصك واحد 3 ساعات باش تكملها. ما ساهلاش، بياسه صغيره ولكن كتطلب وقت ديال الخدمه ديالها. هذه هي النقش، وهي الزخرفه، وهي الزواقه، وهي الذكاء، وهي الصنعه، وهي كل شيء. هذه المنقشه، وهذا العود ديال الشوك. الموضوع ديال الحرفه فيها الصماصيره. دابا شي نصرانا قد الدار ولا الرياض ولا سميتو، دابا الصماصيره هما اللي قضاو على الحرفه. شكون هما الصماصيره؟ هما الناس اللي مثلا اي حساس ولا شي مهندس ولا بناي ولا هذا في قلب الرياض بغى هاد الحرفه هادي، ما غايجيش عند جليجي ديريكت. هذاك السمسار كيولي كيتفاهم في الثمن مع مرشي، ولا البناي كيتفاهم مع مرشي. الرساله ديالي لوزاره الصناعه التقليديه، هما خصهم يراجعوا المحسوبيه ديالهم الصناعه التقليديه. علاش؟ ان الصناعه التقليديه هملوها بزاف. علاش هملوها؟ الصانع عنده واحد القيمه كبيره بالنسبه اللي كيعطي المنتوج ديالو للسياحه والوطن، ولا داكشي اللي كيصوبوا في القصور ولا فيلات ولا الريادات ولا سميزو. انا بغيت نعطي واحد الرساله ديالي للمسؤولين. هاد الصناعه راه ما سهلاش، واخا هما كاع وزاره ولا مسؤولين كبار، وحق الله العظيم ما عارفين القيمه ديال الصناعه التقليديه. الناس الصناعه التقليديه كتجبد السياحه، كتجبد الاجانب، والقيمه ديالها كبيره. ما سهلاش، ان الصناعه عندها تاريخ طويل، والناس مقابله هي التصمصير والفلوس. الصناعي دابا واخا هكذاك ما عندوش واحد القيمه كبيره في الصناعه ديالو. كتلقى عنده 44 سنه 50 سنه ومسكين، كتلقاه مازال في بلاصتو.